بعد معاناة مع المرض توفي اليوم الخميس الشاعر والفنان والمخرج السعودي علي عبد الله الهويريمي تاركا خلفه تراثا أدبيا يمزج بين المعرفة والعرفان في قصائد حملت لغة وجدانية تميل للتصوف أحيانا وللفلسفة تارة أخرى. وذكرت الصفحة الرسمية للراحل الهويريني في تويتر أنه تم نقله للمستشفى وإدخاله غرفة العمليات، ثم تم الإعلان عن وفاته عن 72 عاما. عاش الهويريني حياة متعددة المقامات، فقد بدأ حياته فنانا درس في شبابه الإخراج والموسيقى والتمثيل، وكان أول طالب سعودي يحصل على شهادة الإخراج السينمائي من إحدى الجامعات الأمريكية، كما عمل في التعليم والإعلام وفي سلك الأمن العام 17 عاما. ولادته كانت في مدينة البدائع بالقصيم السعودية في 19 من مايو أيار 1945، وبعد أن تلقى فيها علومه الابتدائية انتقل للرياض ودرس في المعهد الصناعي، لكن هواية الفن والتمثيل والإخراج ساقته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التحق بجامعة كولومبيا كولج هوليود في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وتخرج فيها كأول سعودي يحوز على شهادة الإخراج السينمائي. بدأ حياته العملية في السبعينات الميلادية في الهندسة الإذاعية والإخراج، كما شارك في التمثيل، وكانت أول مشاركة له كممثل في العام 1974 في مسلسل أيام لا تنسى من إخراج سعد الفريحي وبطولة سعد خضر وعبد الرحمن الخطيب ومحمد العلي وعبد الله السدحان وعبد العزيز الحمادي. تلاه مسلسل فاعل خير تأليف إبراهيم الحمداني وبطولة علي المدفع وإبراهيم الحمدان وعلي إبراهيم ونوال بخش، وشارك في مسلسل نورة في العام 1977 من بطولة محمد العلي وأسمهان توفيق، وفي عام 1978 شارك في مسرحية قطار الحظ ومسرحية تحت الكراسي سنة 1985، ثم شارك في مسلسل الملقوف 1987 والدراما التلفزيونية رجل نصف مليون 1991 ومسلسل السراج 1994 ومسلسل أحلام ضائعة 1997 ومسلسل العود 2002 ومسرحية بخور كوالالمبور 2006. وشهد العام 2009 آخر مشاركاته الفنية، حيث قدم هذا العام مسلسلين أبجد هوز واو الخادمة ومسرحية الزئبق الأحمر. اكتسب الهويريني مكانة من خلال التعبيرات الشعرية التي كان يطلقها وتحمل مسحة روحية وفلسفية، واشتهر الهويريني بلغته الشعرية الوجدانية في قصائده التي تناقلت الأيدي ووسائل التواصل مقاطع منها تحث على الزهد في الدنيا والتبصر فيها، من بينها قوله: تبكي البواكي على الدنيا وزينتها وأبيض دمعي في عيني من جلدي. لكن آراءه الفكرية كانت مثار سخط واعتراض، من بينها آراءه الجريئة بشأن المرأة والفتوحات الإسلامية ورفضه مبدأ نشر الإسلام عبر الحروب وحمل السيف، وهي الآراء التي أطلقها في برنامج حواري عبر قناة روتانا خليجية، رافضا أن يرفع أحد السيف باسم الدين. وقال كذلك: أنا أرى أن الإسلام لا يحكمه عربي والأمم تحكم نفسها، لكن أشد الانتقادات التي طالت آراءه كانت متعلقة برأيه في قوانين الجاذبية الأرضية، حيث قال متهكما: هذه جاذبية واحد رآها وهو قاعد تحت شجرة وبدأ يضع لنا أرقاما وبدأنا نقرأها، الأرض تدور حول نفسها، قل لي لماذا غلافنا الجوي يرتفع 13,000 قدم، لماذا لا يسقط إذا كانت الأرض تجذبه؟ ومن أشهر قصائد علي الهويريني قصيدته يا سدرة الحقف، يا سدرة الحقف والأحقاف خاوية تروي بك الريح ما لم تروه الرمم، قصي على التيه أجداث بها غبرت فتي أم ثقول قلبها شبم، يا أمة الخضر كوني خير شاهدة فالباسقات ترى ما لا يرى النجم، وكل مخطوطة في الأرض قد نهلت من المعين كريم ذلك السحم، والناس مرج فهذا ملحه أجج وذاك عذب فرات سحبه ديم، وفي الوليد رجال لا خلاق لهم وفي الوليد
الحديد رجال غضبهم قيم والنقد إن كان جراحا فإن له في مشرط الحق حق تبوده الذمم فصاحب القول إن كانت صحائفه بيضا تبين فلا خوف ولا ندم وصاحب القول إن في قوله عوج فالمستقيم صراط حده عدم من يطلب العلم كي يؤمن فإن له من بعد علم إذا لم يؤمن النقمة.